السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا ما كنت أتكلم لأنه مستعجل والمشايخ قبلي ما قصروا، لكن ما خلوا حاجة. لكن أخونا مهند قال لي في صوفية قالوا لكم وعملوا لكم بعض الأشياء عشان أنتم ما تصلوا هنا وما تتكلموا. فدي رسالة إلى صوفي إنه نحن ها هنا قاعدون، جينا وصلنا الحمد لله وهذا اتكلمنا. والصوفي حقه ما يكون زول بليد، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. مش أنت كشيخ طريقة ولا ساحر ولا صوفي دجال، لو اتلمت جميع الكرة الأرضية عشان يمنعون من خير أو يوقعون في ضر لم يكتبه الله سبحانه وتعالى لنا لن يستطيع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لكن دي العقائد الأصلنة الصوفية بيأصلوها للمسلمين، إنه يربطك به وما يربطك به الله. يقول لك شيخي ده بينفخك تقول بنشر، وشيخي ده بيقطع رزقك، وشيخي ده بيغير عليك بيقتلك. وده الشيوخ ولا رباط؟ أنا دار أعرف ذاته. كيف شيخ صوفي يقول الجماعة ده أنا سويت لهم وما حيقدر يصل ويجي يتكلم؟ تكلمنا وتغدينا أكلنا بطاطس كمان ولحمة. عرفت كلامي؟ فده دجل بتاع الصوفية، وده أكبر دليل من الواقع يدل على أن الصوفية ديل دينهم ده دين باطل، والله الذي لا إله غيره ده دين باطل. والتصوف ده ما عنده أي علاقة بالإسلام، والكلام ده نحن بنقوله ما قاعد نخاف، ولا زي الحزبيين صار سنة وغيرهم بنضارة. الصوفية على باطل، التجانية على باطل، أتبع البرعي والبرعي ذاته فوق راسه على باطل، جوا عينه على باطل، جوا عينه على باطل البرعي. ونتحداه الان اللي يقلع صوفه واحده من راسنا ده لحد الان. تبا للبرعي وتبا لجميع الصوفيه. والختميه على باطل، والتجانيه على باطل، والسمانيه على باطل، وكلهم على باطل. السلام عليكم ورحمه الله. الله اكبر.